يوصف بذاكرة بغداد شارع الرشيد، وفي ذكرى تأسيسه يعيد إلى الأذهان أحداثاً كثيرة مر بها العراق وعلى مدد زمنية مختلفة، سياسية وفنية وثقافية شهدها هذا الإرث التاريخي. في 23 من تموز عام 1916 أسس هذا الشارع العريق، تسميات عديدة مر بها، منها شارع خليل باشا والجادة العامة، وصولاً إلى التسمية الحالية عام 1936، شيد لمرور المركبات العسكرية في الحقبة العثمانية آنذاك. البعض يحلو له تسميته بالشارع الشاهد، لأنه كان شاهد على الأحداث اللي مر بها العراق ابتداء من ثورة العشرين، عندما استخدم الخطيب العثماني الموصلي أحد الجوامع وبدأ يحث الناس على الجهاد، وصولا إلى وثبة 48، وثبة 52، وصولا حتى لأحداث الأخيرة قبل عامين، يعني أحداث تشرين، أيضا كان لهذا الشارع حاضر، وكأنما يقول أنا حاضر وأنا امتزج وجودي بوجود دولة العراق الحديثة والمعاصرة. يحتضن شارع الرشيد معالم تاريخية كان لها ثقلها، ما يزال بعضها شاخصا حتى الآن، إلا أنها تعاني التهالك والإهمال، أما بعضها الآخر فقد اندثر بمرور الزمن، كمسارح عدة كانت تشهد حضورا عربيا فضلا عن الكثير من المقاهي والجوامع. السيد رئيس الوزراء أوعز بالانطلاق مرة ثانية أن تكون بهذه الفترة إحياء على مقاطع، المقاطع اللي تقسمت لشارع الرشيد 5 مقاطع، فالبدء من منطقة من الأخير من العلاوي إلى حد شارع المتنبي، واجهتها راح تعاد بتصاميم من أمانة بغداد، ولكن بمبالغ مدفوعة من الجهات القطاعات الشريكة. خلال 90 يوم القادمة أو شهرين راح تبدي معالم الجزء الأول من تطويره. وبعد مرور أكثر من 100 عام على تأسيسه، تحول شارع الرشيد إلى مكان تجاري تجوبه العشوائية التي غيرت ملامحه الحضارية والثقافية. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.